هذا وقد انطلقت أولى فعاليات القوافل الطبية المتخصصة والشاملة بقرية المعدية بمحافظة البحيرة لتقديم الخدمة الصحية المتميزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما محدودي الدخل. وقعت القافلة الكشف على 800 مواطن من مرضى العيون بنطاق القرية والقرى المجاورة و 1200 مواطن في 6 تخصصات أخرى. كما شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين وتوفير الخدمة الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع. القافلة الطبية بتغطي كافة التخصصات، منها يومين رمد وتخصصات بعض التخصصات الشاملة زي الجلدية والأنف والأذن والصدرية والعظام والأطفال. وإحنا في اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد مؤسسة بنك الشفاء المصري بننظم القافلة دي. من البداية خالص بنكشف على المريض، لو ليه تحاليل بنطلب التحاليل بتاعته، لو في عملية بنحدد ميعادها وبنتكفل بكل حاجة. العلاج متوفر كله بكل الأصناف موجودة، والمريض ما بيدفعش أي حاجة، كله متوفر بشكل مجاني. أجي أكشف أعمل حاجة زي كده، يعني ما كنتش مصدق إن أنا هلاقي أصلاً دكاترة، ممكن كنت ألاقي دكتور أو حاجة كده، بس لقيت نظام ولقيت فيه أكتر من دكتور، وكشف سهل وسريع وفي علاج، العلاج هقدر اخده من هنا. حاجه انا ما كنتش مصدق ولا كنت متخيلها ان انا الاقيها اصلا يعني. والله جميل خالص خالص خالص، ويا ريت يتعاد على طول، والله يا ريت، وحاجه جميله خالص، وربنا يبارك لكم كلكم يا رب. انا عندي بنتي بقالها 3 سنين محتاره برقبتها، يعني النهارده قالوا لي روحي بيها التامين وهنحولوا لك، احنا اللي هنحولوكي من نفسنا. انا اتبسطت خالص، قلت لهم اديني اهتمام، لان انا نمشي بيها، لان انا مش قادره، لان انا نقدر عليها في الكشوفات وكده.